السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هو بوي الرجال، هو ربيعكم اللي تعرفونه، هو يا غير اليوم هاي غير نمون حضرنا. أيوة زين، أقولكم من عقب ما ظهرت الحين ظهر مصر خلصنا من الصلاة الله يحفظكم. ساير وين؟ ساير بحلاق. شلجله؟ لأجل نعدل الوجه، الوجه مجشعر بعد شعري، بعد غير عن نمون شعر، غير نمون على لحية العرب، لحية العرب يظهر الشعر هالنمون على تحت، أنا ظاهر هالنمون فاتن، حتى الشعر اللحية غير نمون عن شعر لحية العرب، مجشعر شعر حتى هالنمون، شعر لحيتي يظهر مينح، أنا شعر لحيتي ظاهر مينح الله بالمستعان، شيء شرق وشيء غرب. يقولون وانا ما ترى ما كنت سويت هنا اللحيه، هاي اول مره بحياتي. فلذلك راح يخبروني في الميلس قوم هلال، يقولون لا يصير عند الحلاق تقصص من داخل هم جشعرات روح. لان عدال بيتنا الله يحفظكم اربع خمس مسايد اليوم، وفي خاطري اصلي في المسيد اللي الامام ماله موريتاني، امام المسيد موريتاني عاليه المدارس الوطنيه، ضار يوم خطف اسمعي يقرأ ولا شياتي عيني حسه. واليوم سبحان الله ظهرت من وقت قلت بوصل ان شاء الله اني الحق على الصلاة هناك عندي يعني، والحمد لله رب العالمين لحقت وصلت قبل الأذان. وصوته في الخطبة غريب جميل، صوته سبحانك يا رب غير صوت ربابة، وحتى المقيم اللي يقيم الصلاة صوته مختلف، صوته فيه لحن سبحان الله، وطريقة لفظ الكلام أنا أحب، أنا من الأساس يعني أحب اللهجة، أحب اللهجة اللي فيها كسرة شرات الموريتانية والسوداني، أنا من الأساس يعني. فلذلك سبحان الله تلقط خاطري يبش وسماعي، أحس أن صوتهم غير عن كل صوت، قراءتهم غريبة، صوتهم في القراءة. فلذلك يعني عنيت لين المسيد هلك، هذا أولا. ثاني أنا من طبايعي بعد ما ألتزم في مسيد معين، يعني أحب أشوف المساجد أي وقت يجي فرص صلاة، وأكون يعني على أريد أصلي في المسيد الفلاني أسير وأصلي فيه، فقط لأجل أني أشوف داخل المسيد كيف كيف فراشه وكيف نمونته، ويعني تجيب ما يسمونه تطفل ولا يسمونه حب استطلاع، ما ادري والله يسمونه، لكن انا حبتي من الله خلقني. الحين من يا رمضان الله يحفظكم من هالرمضان صرت ثلاث اربع مسائل مختلفات، من ضمنهن في منطقه محمد بن زايد استوين اربع لو خمسه مسائل في المنطقه اللي نحن فيها هذه، كلهم المسائل الكبار، لكن يوم من تحضر المسيد تشوف عجائب سبحانك يا رب، عجائب ما شفتها في اي بلد في الدنيا العوده، من طريقه السجاد وطريقه الديكور وطريقه الثريات وطريقه، مش الزخرف المبالغ فيه، لا الزخرف النعيم اللي ما يخلي الانسان اللي يصلي يجلس يتفكر ويتوه فكره ويجلس يطالع هذا الشيء ويودر الصلاه ويجلس يطالع المكان، لا الشيء اللي يخليك تدخل في روحانيه وهدوء، الألوان، طريقة الديكور، كل هالمسايد اللي الحين مستوي أكثر عن أربعة لو خمسة مسايد، جوامع ما صلاة يمعي يعني من الكبار كذا شخص بالأميات أحب منهم، هم المسايد اللي داد. هذا واحد هذا ما أنا ما صليت في هذا عاد، هذا وين هذا ده البيت قوم عيد بن سيف قوم الهادومة، نحن بيتنا الطرف هذاك، صليت في المسجد اللي طرف الليمن يعني وين جسر محاوي، وحب جسر محاوي جسر مال اللي يبك على مزيد مول، هي والله شيء عجب 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 المسيد هذا اللي صليت فيه الفجر، شيء ما ودك يعني تظهر من المسيد سبحان الله، السجاد غير، طريقة الديكور غير، طريقة كل شيء يختلف. والله يا في بالي أصور لك، قلت في خاطري خيلت كانت بون الصدق خيلت. فالمسايد هاي لا بواحد ولا اثنين، عدة مسايد، لكن اللي في فريجنا نروحهن الجوامع هاي خمسة لو سبعة كلهن نفس تقريبا 70 أو 90% نفس المنظور الخارجي، لكن من داخل كل واحد يختلف عن الثاني،
من خارج اعتقد نفس الديزاين نفس الشكل ونفس الهن اسامي هاي لان ما اعرف اسم المديل مالهن شو يسمونه يعني في مصر اظني المديل الايوبي في الامارات ما ادري شو المديل يعني ما اعرف والله جاتبون الصدق لكن من داخل ما شيء واحد فيني شابه الثاني وكل واحد اجمل عن الثاني بطريقه غريبه ما في تشابه اللهم المساحات اللهم المساحات والمطاوع يعني الائمه مالت المسايد والمقيم فشيء حلو يعني ان الواحد يغير والعام بعد كنت ساير بالعام عام الاول والله نسيت والله العام لو عام الاول في المزهر في دبي وين الممشى هذا وين مال الرياضه وين اسوي رياضه هذه الايام كنت الاول هذا هناك العرب هاي لا زين زين المراد ما بهذا موضوعنا شيء مسيد هناك مسيد قوم الحباي سبحان الله بعد عجبه من عجائب الدنيا السبع جامع ما بمسايد اللي يشل عشرات الالاف اظني يشل 1800 700 والله ما اتذكر كم لكن بعد من داخل عجبه شو اللي لفت انتباهي يحطون ماده معطره في المكيف والريح اللي تظهر من المكيف ما مثل العطورات الفرنجيه لا شرات ريحه الطايفي فريحة الزل مازمة خنينة ريحة الزل روح ناهيك عن ناهيك عن المدخن المدخن كل شطفة عود كبر الجف نعم غادي ريحة الجامع هذاك سبحانك يا رب من أروع ما يكون الحمد لله جزاه الله خير كل إنسان يساعد في بناء مسيد أو في نظافة أو في بنيان أو في كل خير كل خير فذاك ما تشوفون سبحان الله يعني الله يوفق الإنسان اللي يسعي في بناء المساجد ويقوم على تنظيفه ويساعد ويحط يعدل وينظف حتى لو أنك ما تشتغل وانت خاطب لقط مصحف معدل توثق مكانه كرسي محتاس تعدله مكان معدل تنظف ترى هذا كله أجر نعم كله أجر هذا اللي يدور الأجر أبواب الأجر وايدة ما بلازم تكون عندك بيزات وبتجسم حد من العرب ما عنده بيزات ما عندك الإنسان اللي ما عنده الأصدقاء يتصدق الإنسان اللي عنده بيزات اللي ما عنده ما بلازم أنت تجلس جات في ديك تصدق حتى بالكلمة الطيبة بالابتسامة الابتسامة في وجه أخيك المسلم هاي روح أصدقه هبتي مكشخ وجهك عبان الله تحراها قطو متروع لا ايه ترى القطو غير يوم متروع قد يوهي غير مون مزندخ شرات وي حد من العرب الله بالمستعان هي والله امور شباب خلوا الاصايب خلاف جلسان يخلف في مكان الله يروح حبصيب زي شو اسوي ابى اسولف وياك ما برمس الله كريم ان شاء الله يعني تعالوا قلت لكم اني بسير دبي قلت لكم بسير بفطر اليوم عاد عند ابنه ما بروح ما طري بيت عائله يعني بيت اللي اقصده انه بيت اسره يعني يداعيني عائله اماراتيه ساير افطر عندهم انا والمهندس منها ان شاء الله بنفطر عندهم بنعين الله خير بنرمس بنسولف يمكن يكون في شويه تصوير يمكن من بعد الفطور يمكن يكون في شويه تصوير وانطاع وخبر انا وين وانا عند منو هاي الساعه ما عندي مشكله وما طاعه الله يحفظها ما باليد هي سيده معروفه شخصيه مرموقه قامت باعمال كثيره وجليله في خدمه وطنها وبلادها وخاطري اسير عليها ودقيت لهم تليفون قالت والله مليون مرحبا من سرت من ابوظبي لين ندبي من سرت من ابوظبي لين وصلت جميلة ولين توصل جميلة قلنا لهم ان شاء الله كان قلنا ابوي عن العبالة وعن الكرامة انا ومدير اعمال المهندس منها بطن صفصوف لا ياكل ولا يشرب بس بتطلع بعيوني بالليل يا ماما بالليل صيام يلا بنلبس خلاص اسمهم ايه شو
اسمهم ايه؟ تعال انت، تعال بك شيء، تعال ياي، تعال تعال في وراي الحين. يوم يومهم يصورون بحال، ليش ما يجي وياهم؟ بنت صغيروني ما تروح؟ شو اسمك انت؟ شو اسم ابوك؟ ابوك شو اسمه؟ ما تعرف اسم ابوك؟ يا ويلك انجليزي انجليزي بعد انجليزي بس يور فادر نيم مايكل. ما انا قلت مالها الا قلب الاسد، سمعني زئير الاسد. قبل انت عطني 15,000 درهم. ها شو 15,000 درهم؟ ايش حقه انت قبل ما تبني ما تحتاج مواد بناء؟ سميت، كنكري، طابوق، بلاستر؟ امبلا هي احتاج. انا بعد احتاج مواد، بخور، سويدة، مدخن، ديك اسود كامل، ويا حبذا ما يأذن يكون كافر ولون اظافر مالك اصطناعي، وبشرط ما يشرب ماي الا ماي كانديشن، ودهن ثوابه مال خالد الخالدي. طم تم خالي انا هذا انت سلمت علي المغرب هذا امس يوم الاربعاء، وانا قررت ان اكلمك اقول لك ان هذا انا ابويا سالم، وهذا اللي ربيعه قلت له بتري خربان. علي انا كنت راكب السيكل وانت سلمت علي وانا سلمت عليك. يعني الله يحفظك ويبارك فيك ويطرح فيك البركه. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ما هان علي يسير قبل ما ادخل الزراعه، اصلي العصر ان شاء الله بتوكل على الله. قلت لي شغل الحين الرشاش هالرداد برويكم ايش قال طريقته. هالبيبات اللي تشوفون فوق هالسود ايش قال الحين بيشتغلون رداد خفيف. وقت حمو وقت الحمو مره يوم تحمد الدنيا شغلناه. الحين ما شي حمو اليوم، كان بس لبس الاساس اني ارويكم كيف طريقته. انت سمع الصوت اظني، لكن ما لا يرى بالعين المجرده. ها هالنمو تشوف الردات شرات هذا فق ويلطف الجو على الزراعه، يعني شكله جميل، شكل جميل يعني زين. ان شاء الله يكون واضح تشوفونه يبين، يعني عبارك انا جاي لنا مطر. ها هناك اكثر واضح. تقول بعد ما يبين ها واضح رقم واحد. ما علي ممكن لا تقول ما يبين، روحكم عاد ما تبون حق المعايا، ولا انا اشوفه واضح رقم واحد. ها طلعت المطر شغله 5 دقائق أو 3 دقائق يسد الزراعة كلها يعطيها تلطيف جو. يلا ها بس خلاص بند شغل الثاني الجهة الثانية الحين. ها نجلب على الطرف الثاني. ديل مصغيرون عيال، تبند ديل مات الكبار خلاص. الحين عادي اشتغل الجهة هذه تدعى دحين الطرف هذا. دقيقة تخرس الدنيا كلها، بس بدها دقيقتين الطرف هذا دقيقتين الطرف هذا، بس كفى الله المؤمنين القتال. يقولون ليش حاط بيبات حق هذا الشيء؟ أقول لكم المفروض أكون أنا في الدربة حين ساير لدبي، لكن سبحان الله إرادة الله غالبة كل إرادة. يعني اتصال بالاعتذار أن أبوي الجماعة السوا عندهم ظرف اللي أنا بسير. الشخصية اللي أنا ساير عسبها، الشخصية اللي أنا عاني عسبها استوى عندها ظرف طارئ للغاية. فقلت لهم أبوي قالت أبا تجلس يعني نحن هنا البيت والميلس ولا. قلت أبوي أنا جاي مخصوص عسب الشخصية هاي، والشخصية هاي ما بتكون موجودة ما لها سيرة ييتي، ما لها معنى ييتي. أنا مدمت عني عساس اللي يلسى عادية
ياي فطور ورمسه واخر شيء الرمس الجزئيه هاي مع الشخصيه اللي انا هاي عاني عسبها. قالوا الشخصيه هاي قالت لي روحي يعني، قالت انا اسبوع عندي هالكيت هالكيت هالكيت. قلت قدر الله ما شاء فعل، لكن ان شاء الله كان شايف العمر بده بني وبنخبركم عاد الخلاف عن الموضوع، لكن سيره دبي ان شاء الله قائمه اذا الله راد. ان شاء الله من عقب الصلاه ان شاء الله اني بتوكل على الله بسير دبي مول. وبازم مساي اليوم كله هناك في دبي مول. وبتمشى وعندك ودونك وبضوي انا والمهندس منهل ان شاء الله. هذا دري والقوم اخوي خلاف. شوف بالله عليكم شو اسمه. تعال وينه؟ وين دري وين؟ تعال السلام عليكم. يا سلام سوي هذا المشاعر شوف. لا شوف شوية يا سلام. شو اسمك؟ ها؟ مينون. ما شاء الله. شو اسمك؟ مينون. ها رقم واحد هالاسم. لازم تشينج نيم، ما في زين هذا نيم. من يسمك بابا يسميك ولا ماما؟ ماما سمك مينون؟ بابا سماك؟ عرف الله بابا مبهيئ. حنايا السلام عليكم. How are you حبيبي؟ Is you okay؟ Thank you. Thank you. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ايوه ايوه. بارك الله فيك يا حبيب. ما شاء الله. يا رك الله يا رك الله يا رك الله يا رك. من المدي. أيوه. يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك بارك الله فيك. شباب 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 شباب. شو اليوم مسويين انتو كان اليوم غدا؟ مالح. يا سلام سلام مالح تحت العيش مالح اليوم. يلا ثانك يو. مينون كيف حالك؟ بابا شو اسمه؟ نواز. اسمك كامل شو انت؟ مينون بن نواز. شو اسم نام؟ مينون نواز. مينون نواز يلا بارك الله فيك. How are you? Fine, good? Good, alhamdulillah. I miss you. How many days I didn't see you? Yes, and we was together. Thank you. شو عن اللي تخبرون يقولون شو يحرج اطراف الهمبل؟ شو يحرج الورق هذا؟ هذا ابوي ما بال الواهي هو اللي يحرجه، الواهي اللي هو اللاهوب متى عاد اللاهوبي؟ اللاهوبي في شهر 7 وشهر 8 لكن زيادة الماء يوم تري الماء وتعطي زيادة على اللزوم الماء يتخالط الماء يظهر الماء المالح صبخة. هاي كلها من كثرة الأملاح. كثرة الأملاح في التربة معدل الملح في التربة فتتغذى عليه الشيرة فهذا اللي يصيب هالشيرة. هاي اللي تشوفون كل من الأملاح في التربة. هذا أولا. وثانيا العلاج عسب الكبريت والجبس الزراعي. الكبريت والجبس الزراعي دوي بدوي في السنة مرتين. في السنة مرتين الكبريت كيلو أو كيلوين والجبس الزراعي كيلوين أو ثلاثة حتى لو أربعة حتى لو خمسة. زاد ما يضر نقص ما يضر المهم ما يقل عن كيلو. المركبين هايل في السنة يندر دور ما دار الزراعة وتنرضم الأرض وينسقع يخلي الشيرة يهنترجين يبعد عنها الأملاح يسهل عملية امتصاص الأسمدة والمركبات اللي تنحط للشيرة كانها همبا ولا لومية ولا طحنة الزمان أيا كان يكون اللي يكون. هذا أبوي علاجه غير ماشي. لا تشوف لو بتزرع اللي تزرع ترى ما ببيئته وغصب عنه بقيل لا ما الله من يلومه. لو تبون يظهر ما بيظهر وانتو تغرجون مياهة تغريج المياهة تعرف تغريج المياهة فيها فايدة ما فيها فايدة. كل شيء من يزيد عن حده ينجلب ضده. قله زباد وكثرته سماد. قله زباد وكثرته سماد. هي نعم اي شيء ينحط فوق عن اللازم وفوق عن القاعده زياده عن القاعده مره ما في فايده. هذا اي شيء في الدنيا العوده. كان في اكل في شرب في رمسه في سيره في يي في معنى في كل شيء. كل شيء زايد عن القاعده مره ما له معنى. في كل شيء في الحياه في كل شيء في الحياة حتى الرمسة. الرمسة الوايد 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 اللي بعد اللي ما لها معنى بعد هاي بعد ما لها معنى وتقلل أصلا من قيمة الشخص.
بالاخص عاد كانت رمسته مره ما لها فائده ولا حد مستفيد منها. هذا ابوك لو يسكت بعيد بركله. يعني يدخل هذا كله في مواضيع البيئه اللي عيشتنا اللي نحن عايشينها، الاسراف زياده على اللزوم، اللبس، التعديل، حط الميك ابات اللي ما لها معنى زياده على هاي كلها هذه الاشياء يسمونها زايده عن القاعده وزايد عن المألوف، واي شيء يزيد عن المألوف ما له معنى. يوم يزيد عن حده ينجلب ضده، وقالوا الاوليين قله زباد وكثرته سماد. شوف ابو محمد، شوف البرم، شوف السيح الباطنه، ها طايح البرم طايح. تصور يا الله، ها 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 خلصني اسيرها، ها ها. شوف كل سنة صوب البحر امشي، عاد غيرت هالمرة امشي هنا بين هالبرم هذا الغاوي وريحته خنينة. اي نعم، شوفوا محمد، لا تقول سمرة صغيرة لا تقول كبيرة، كلهم طلعتها طايح. شوف ما شاء الله. ابوي متلاجي ويا علي. نعم يا مرحبا علي الفلاسي، كيف حالك؟ الله يسلمك. العام لاجلنا في نفس المكان. نعم. وقت الرياضة اكيد، والناس ابوي كلها تربع بالرياضة وانت بتفيزر بالسيارة. لازم شوية يا اخوي. الله يسلمك. الله يحفظك والله، مليون مرحبا. الله يحفظك يبارك فيك يطول بعمرك يحفظك. السلام عليكم، كيف حالك؟ نمبر 1. My name is خالد. What's your name? كولبندر. كولبندر؟ كولبندر سينغ. كولبندر سينغ. سينغ. ما شاء الله. Where country? India. India. I am from Abu Dhabi. Okay. I am your neighbor. That's my house. There, my house. You know حفيظ؟ حفيظ. You know حفيظ؟ Happy. Hey, thank you. Bye. مع السلامة. Bye bye. أقولكم البرم هذا وقته البرم اللي حيد عاد عمره هناك في العين ولا في الذيد ولا في حتى ولا في مصفوت مناطقنا الجبلية واللي قربها سمر، هذا وقت السمر الحين، هذا البرم الحين، البرم مال السمر، شيرة السمر، شيء إنتاج لها زهرة يسمونها البرم، هذا يوم وقته وتمشى عدالها ريح حتى تضرب في خمرة الراس، كأنك أبوي فالق صدرك وحاط أبوي قالب كامل من عسل السمر، ريحة السمر تجذب النحل مسير 40 كيلو يجي يتغدى عليه، ما بتروح ريحته من قوته، ريحته قوية، وأنسب وقت إنك تتمشى في منطقة السمر الحين عسب. على فكرة الموسم هذا متى 20 يوم أو 27 يوم، ما يوصل شهر، اقتنم الفرصة. اغتنام الفرص هذه فرصة لن تعود إلا بعد حول 12 شهر. صبروا 12 شهر لين يرد لكم هال 25 يوم. حول كامل لازم تتريون، فضروري بوي اللي يبغى يروح زهرة البرم الحينة. هذا وقته 27 يوم إلى 25 يوم. هذا الحين مدامها زهرة تتغذى عليها النحلة وتنتج أجود أنواع العسل اللي هو عسل السمر. وهذا أغلاهن وأجودهن وأحسنهن. أنزي هذا أولا. ثانيا ينتج أبوي من عقب البرم هذا، زهرة البرم، ينتج شيء يسمونه قرموص. قرموص هذا الله يحفظكم، شفتوا اللوبيا الفاصوليا الخضراء واللوبيا هالنمونة، هذا ما يصير ويحط خلاف. آزم أبوي العرب يليمونه بيواني ويكنزونه ويضمونه يحطونه في بخاخير مع قمايي، بس هذا طعام للهوش. يا سلام سلم، حدث ولا حرج. اللي بويه ما أكل من الحمه أو الذبيح اللي متغدي على قرموص السمر، هذا بويه ما أكل شيء، الحمه لا صارت ولا سوت، بي حتى شرات المسك تنكل نيه.
كل بيتنا عب مبخاري من برا. ها تأثير رطوبة خاري. شو هذا اللي نسوينا احنا المعرش هناك وين الشخاخ وهذا لا هاي يقهر الحرورة وين اللي ترني لكن هاي اللي من غير ما يقهر فرافع اللي فوق فالحمد لله رب العالمين السيف سايد. الأول وين اليبل مقصوص وين اليبل مقصوص حدود البريمي هناك أسير عند ريال نيادي والله نسيت شو اسمه توفى الله يغفر له عند دريولية يسرحهم من الصبح ويا عماله يط عند دبشة كله عند دبش سعيديات وحاتميات وياموديات ما عنده دبش غيرهن لكن كل وحدة حسيبي الله غادي يظهرها تحرى مخدة توفى الريال هذه السالفة من 10 سنة 15 سنة أكثر 12 سنة ودني لأول حياة غير الله يغفر له واسماعيل عليه الجنة ودني عنده نسيت والله شو اسمه نيادي هو المر نيادي والله نسيت والله شو اسمه ما يحضرني هناك عنده دبش حلال يغني يا ليلي يسوي نوم العين هاك الحلال كل دابشة منها تحرها عيلة حولية تحرها عيلة العنز اللي عنده دبش الدابشة الوحدة تحرها عيلة حولية دار والحمه يوم حد يصير ياخذ دباح من هناك الحمه غير نمونه اقول له هذا حق منو يقول لي هذا بس للغاليين الغاليين على منو هو ما يبيع اقول هاي حق البنت وهذا حق الاخت وهذا حق الاخو هاي حق الخاله وهذا حق العمه وهو حياته هناك مقزرنها يسرح الصبح ويرد المساء بخير وسهاله ما عليه باس هاك اعطيكم وضعه مش انه لكن هوايته هالريال يعله الجنة ومشرغ الدبش وغادي الدبش بخير وسهالة والله يا ابوك ما ودك تفارج هاك المكان من نظافته وعنايته في الدبش فلذلك كل شيء وله شيء العناية كانها في دابشة ولا في عيال ولا في زراعة ولا في حلال كل شيء بدون عناية ما يستوي لازم العناية. خبرون عن الماء كيف يعني الواحد يسقي حينه وقت الصيف هذا الحر هذا وقت الحر حين هذا حر النقاز يعينكم عاده انا كل منطقه تختلف عن الثانيه لا تقول انت هذا يسقي النمونه وانا بسقي النمونه لا تسقي على حسب تربك الارض اللي انت ظاهر منها الارض اللي انت عايش عليها لازم تسقي على طريقتها وشو تحتاج التربه مثلا تربة بيتي أنا هني محمد بن زايد مدينة محمد بن زايد الأرض صبخ صبخة الأرض الصبخة مهما تحط ماء انكثرت ماء خلاص اخترب شغلك انكثرت حد يعينا انكثرت ما اخترب شغلك لازم الماء شيء بسيط أنا أعطي يوم هي ويوم لا وشيء بسيط بهذا القطار يسمونه هم هذا هو هذا ما ما يسمونه له اسم هذا هو ما ببلر الببلر هذا غير هذا لا نقاط واحد هني واحد هناك واحد هنمونه ما خلي الماء يصير جدلية ها ومهما ولو حتى تيلس يوم ولا يومين ما تسجيها شو حين يبين ما شيء ماء ها الأرض هاي الأرض خرسانة بس الحمد لله نعمة أنت ما بلازم تطالع الأرض اللي فوق هذا اللي خاري لا ها من تصير وتحفر ها الأرض خرسانة الحمد لله لا ما شيء فايدة انك انت تيلس تغرج الدنيا مياها اولا مصروف او مصر يالله يالله غرب ما تشو دق التليفون روحتها ميرمس مصروف ومخاسير وتضر الزراعة تضرها الزراعة شوف الحين مثلا هذه تبارك الرحمن هنا بيه خدت للطرف هذاك خدت هالطرف هذاك شو السبب جهة طرافة لأنها غرقها بالماء وغسلت لكم شراع ما خليت ولا بقيت عنه والحمد لله ردت حين شو حين شو حين اللي شوف الأرض هاي بيقول عطشان هي ما بعطشان ها. ها, ها ها شو هذا اللي قلت لكم عنه الجبس الجبس ها يتم مكانه الجبس الزراعي والكبريت فهذا يلطف التربة يلطف التربة وتغدي الحمد لله يوسع بالمسامات وتغدي الشيرازي إنه تتنعوش وتغدي بخير وتغدي هالنمون ها اللهم لك الحمد تبارك الرحمن نمور طيبة واللهم لك الحمد كل شيء يباله عناية يباله عناية ترى الماء هو ليجتل الزراعة الماء هذا هو العدو اللدود
شراته الصاحب الصديق اللي قربك زين ومن تعطيه الجافي حشك هالنمونه. ارسل لنا عنوانك نزلك الهاجري عندنا. السلام عليك يا ابو محمد، الحمد لله على السلامة. وشلون صلاح؟ هذه انقطعت من الجيران الحين يمه ولا لا؟ أي والله. ما حد يعطيه احد الحين ولا حد يعطي شيء. ها؟ أي والله. ها؟ نسويها. أنا ما عندها شيء. إيه؟ دون شوي حالة. إيه؟ لا لا بس طعمه يعني هم يعطونكم انتم تعطونهم كل يوم ما شاء الله تبارك الله مع المغرب مع الفطور يجهز هالحوافظ ويجهز هذا ويعطي جيرانهم ويعطي ناسه ما شاء الله. انتم تسوونها من اول يوم. ما ابوي في الطريق الحين توني واصل تعدي سيح شعيب زين والامور طيبه وكل شيء زين انا امشي وحده وهنتين ظهرنا عقب الصلاه وعينا من الله خير دخلنا وتروحنا وحين ابوي يقرب سيح شعيب. تعديت ولا بعد سيح شعيب المراد سيد بنسير ابوي دبيمون وبنيلس في دبيمون لين يسكرون بيبانهم من يوم بعد حيدهم سكروا بيبانهم برد ابوي بابي. اي نعم بنقصر الدوب وبنسولف بنضحك بندخل بنتمشى وعندك ودونك ومنك وليك والدنيا مطرجه امورنا طيبه ولا نشكو الباس وكل شيء زين فوق عن الزين بعد هبله زين كان شيء فوق عن الزين هذا هو. سلام عليكم مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساك الله بالخير. سلام عليك دبيمول سلام عليكم يا دبيمول. هذا ماشي ترى ماشي بمده ماشي مده يعني بعد ماشي بعد ابدا ماشي اللي يقول شيء بعد كذب من حبلين مشى. عزم وتوكل من عقب ما تعين من الله خير تظهر سيده توصل وحده وهنتين وحده وهنتين ساعه ساعه ونص ولانك واصل. اقول لك امر دلوقتي. شو ياكم تبدون دبيمول بسيرون الحين يا اخوي الوقت الوقت شو الوقت يطلب علينا وحين تبي تحطون دبي كلها في يوم واحد يوم واحد وان شاء الله خالصه كامله دبي ان شاء الله. ابوي لا. رد ابوي دبيمول ليش يا ابو الناس لا والله لا شيء فوق عن الشيء الله يسر الامور. تعالي سلام عليكم سلام عليكم ليتك يا ابوك يوم جبت من هالنمون جبت 45 وحده يا زين ابني الفنان ما زين هالضحكه تبارك الرحمن الله يحفظها. شو مسمينها؟ مسمينها خصيبه ما شاء الله ما شاء الله زين سويته يوم سميتوها الاسم الفنان هم الاسامي اللي ما حد يسمع عندكم انتم خصيبه الله يحفظها كانها باجي والله يغفر لها كانها لا لا الله يطول بعمرها ويحفظه يلا مع السلامة الله يحفظك شدعة الرحمة عليكم ابوي هاي بحي شو هالدلع يا ربي طعم الحنة والدنيا شو اسمها موزة الموز يا ميال لغصوني الله يحفظك شكرا ولا فيديو على هواك شو اكيد ما شو ما بغيت اشكر حنك حبيبي والله زي ما خبرتني انت منهم انا سعيد سويدي والله من نحن من هالوين ابوي من بجيره ما شاء الله حبيبي حبيبي شيء احسن من شيء قلاده شيء احسن من شيء قلاده مشكوره وبارك الله فيك شكرا كل هالعرب ابوي اسمه وصيته في المخ والقلب والابفاد طول العمر ليلة تكون نار الصالح يبا لكلام أبوي شي زاري بشوتي العام خذنا من عندهم وعام الأول ولي قبله ولي قبله حوالي من 16 سنة وخيدي اللي كل من عندهم كان عيد ولا 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 أي مناسبة لا والسنة يابين بعد كله بعد أغلب بعد بضاعة زيادة حق مال البنيات مال حريم نسائي يعني ما تشبتم يابين هالكم الهائل للأشياء النسائية أول مرة أشوف الكم هذا عادة شيء كم اللبسة لكن المرة هاي هذي وايد وانت هاي نفس وقفك مات العام أهلين شو جديدك
رامنا الجديد وبسرعه الحينه الحينه الجديد هو محمد للاخر هو كله جديد هذا هذا اللي نشوفه كله جديد كله هو تو موصين هذا كلكش الحق العيد كل هذا جديد كل الالوان جديده فرايتي واسعه البيت كمان جديد حتى البكل جديد محمد هذا يوم يقول لك الجديد حبه شديد هذا هو انا حبوبي هاي والوحده وانت ساير وانت ساير وانت ساير الحق على الجديد الحق على الجديد الحق على الجديد هذا يوم يقول لك حلو طار تو طاير هذا حلو طار تو طاير هذا هو يقصدون ابوي هذا هذا يوم يقول لك حلو طار تو طاير هذا هو هذا هو الخالدي رقم واحد اقول له خلي لا خلينا لا منك ولا من عمك الله يخليك الله يحفظك توجه له وجه له كلمه احسن تحيه ابوي يزيد من تقات ابوي حق هالريال اعتقد ان البدر بين هالرقم واحد موجود يتابعك والدي يتابعك والله يحفظك هذا راقد يتابعك زين زين الله يبارك فيك ان شاء الله نورت والله الله يخليك ان شاء الله لا شو مسمينا فهد فهد شو عمي سبحان الله سبحان الله جد مره هذا وين وين سو تشيز سو تشيز بس يقولون تقولون الحين نزل كولكشن وقبل العيد بيومين ينزل شيء جديد هل هذا هو الجديد اللي عندكم لا ابو محمد هو ذا كله اللي شايفون هيدا كله اللي كولكشن اللي وصل نعم ها اللي وصل هلا من اول رمضان لين لليوم يعني بعد اليوم ما راح ينزل شيء جديد لا لا هيدا كولكشن كله تمام حق العيد ما شيء بينزل بعد اسبوعين بعد ثلاثة اسابيع اكيد على اكيد اكيد شو رايك وين من هالحين والله محتارين الصراحة إيه والله والله كل واحد أحلى من الثاني يبقى ترويلاتك ما بيضهني لك لا إله إلا الله ما شاء الله أنا أبو أنت ما تمشي على الأرض لا لا شوف شوف الحظ كيف حظ ولا مبحث حبيبي والله يريد هذه مو حظ هاي شرف شرف الدهر يعني اللي ما خلوه ليلة قدر يا ابو الله يحفظك انا ابو مبلغ الدرجه حبيبي الله يحفظك في بالك ابو محمد حبيبي حفظك ان شاء الله حفظ البلاد اللي جيت منها الله يخليك حبيبي وين ما جيت يعني الله يبارك فيك مشكور احنا هالمسقط والله والنعم حبيب قلبي النعم حبيب مسقط وبالولايات العمانيه كلها حبيبي مليون مره وجهي من شفتك فلي تعال وين اي ابو محمد زين الحين ابغى الجديد اخر شيء اللي نازل تمام تفضل احفرجك وين هذا ابو محمد وين هو ذا كله الاسود هذا من الليدر الاسود اليمين الجراي عندك هيدا الجراي ها كلهن ايدار يمين هالاخضر هذا شرات والان هذا غيره ايه هذا غير هذا جاي الباكل تبعونه جديد ابو محمد جاي اللون طون الاخضر جاي هيدا الجراي هيدا رائع على ابو محمد في هيدا الاسود كمان زي مثلا اللي بياخذ جراي شيء عده الوان منهن هاي مضبوط هيدا جاي منه اربع الوان ابو محمد ايوه جاي منه الاسود والاخضر والعسلي كمان هيدا كمان بعده واصل وليداده كثير حلو هيدا كثير على قد اللبس هذا جميل نفس مالات العامة مضبوط هاي مالات العام ها كل مالات العام نفس الطريقة هاي فوق كل العام صح مضبوط ليداد هن هاي اللي تحت صح صحيح هذا كله من هون ابو محمد لين لاخر هذا أيوة. كله الكولكشن الجديد ونفس اللي موجود هو في ابو ظبي زيتون نفس الشيء شيء في ابو ظبي زيتون الكولكشن هذا مال عام صح مية نفس العاميات 100% هيدا بعده طول واصل وجديد هيدا الحلو اللي فيه ابو محمد انه هيدا سوبر فليكسبل فيري لايت والماتيريال تبعوله عم تكون فولي ووتر بروف كل اللي اخذوه العام كلهم يازلهم 100% وفي كمان هودا اللي تحت ابو محمد هودا الحلو اللي فيهم بينلبسوا على الكندوره كمان اي والله خفاف بعد فيري لايت فيري كومفورتبل والليذر تبعولهم وايد صح شيء ابيض بعد منه وشيء جراي ابو محمد كمان اذا بحب تحط أبغى مالات سبورت شيء شيء نسائي سبورة أكيد أكيد شيء والله شيء وايد عندهم السنة يبين كولكشن وايد كبيرة إيه ما شاء الله الفريات كتير ويسع محمد الكولكشن هذا نسائي هذا جديد هيدا كله جديد محمد
في الفرايتي الواسع بالالوان بالهيل، في السبورتس اذا بتحب، كمان الوانه كتير حلوه على اللبس، كتير مريحه بذات الوقت وبتمشي مع كتير اوتفيت. عروض للعيد ما في؟ عروضات والله يا ابو محمد. ليش 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 ماشي؟ تعرف والله لانه هلا الكوليكشن بعده طول واصل، هالكوليكشن اللي حق العيد كرمال هيك، هو اجمالا نحن وقت بيجي الكوليكشن جيل الكوليكشن. انت من قلت كرمال هيك عرفت انه ماشي ماشي عروضات للعيد. عيد يا ريال. بس الحمد لله موفقين كثير بالكوليكشن، في الوان جديده كثير، في ارضيه. سلام عليك ريال. سلامك. كيف حالك؟ شو يازلك؟ اي لون؟ وحينا شو بتاخذ؟ انا شوف الكوليكشن هذا كل الالوان هاي عندي، هذا اخر واحد. شوف هذا ما كنا يا سكت من سنه تعرى تو ما اخوذ. لا لا كنت هي هي بس الاداء صراحه زين والله. اي لا لا كله زين كله زين. افرعكم في دبي مول، تمام، في ابو ظبي المارينا، مزبوط، وفي وافي مول كمان. والله ثلاث فروع مزبوط. اها هني شو عنوانكم بالضبط في دبي مول؟ احنا بدبي مول الطابع الاول. اها بجانب ابل، جانب ابل ستور بمقابل سواروفسكي، الطابع الاول. انزين بدبي مول. انزين وهناك ابو ظبي؟ ببو ظبي بمارينا مول الطابع الاول كمان. والله علي والله من هالبيت يعني، من علي من هالبو ظبي من هالدبي من هالدبي. هذا بالله عليك ابوك الحين ابوك هالمتر يا ربي، شو ممزور هذا؟ وشو؟ شو ممزور؟ بزور؟ بطايف ماشي عارف يمزور ماشي بيزور؟ والله مليون مرحبا. شكرا شكرا طالب منك. طاسة هاي مات كارتير فيها شيء ولا بس إلا خريطة كارتير؟ ايش رايك؟ ما يندرب، أنا شاك في الموضوع. لا 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 في ما... يا ربي ما أقول عن شيء مقواش. يلا مع السلامة. تعال يا عاد تبون فيديو ولا تبون كاميرا؟ والله انت ودك. انتم من هالوين؟ انتم قياثين بدع زايد؟ لا طالعك من الختم. الختم ما شاء الله ما شاء الله، ختم فيها الليمونه تبارك الله. فيها وايد بعد. اي ما اقول عنكم لكن اخرينا الحين. لا ها اخرينا. يا مرحبا. على فكره اي شيء مبنى تشوفونه برج فنان غاوي مميز لازم عليه اسم اعمار. غادي شرات التاج فوق كل مبنى، وكل مبنى مميز تلقط مكتوب عليه اسم اعمار. ها وانت طالع وانت سايل شرق غرب، ها وين ما سير لين توصل ابويه جميل لي بال كلها، كل شيء مكتوب عليه اعمار. اي شيء مميز جميل فنان بتلقط عليه اعمار. ومن تحط في بالك وتي سيرة دبي على طول القرين موجود، ان القرينة مناسب لقرينه اعمار. من تي دانت الدنيا دبي حطوا عدالها اعمار. اي نعم اعمار يا اعمار، يبى كلام ما يبى كلام. ها انا ما تشوف ما في الحاضر مدح. يا ما يحتاج عقلك شر، انت فنان ابوي كشم وبليه كشم. الله يسلمك كل ما من زين على الله يحفظك. كلمتي انك نورتنا. لا خليت منك مبارك الساعات. الله يسلمك. مرحبا مليون من سرت الدنيا. الله يرحبك على فضلك. يا مرحبا يا مرحبا. الله يخلينا منك. امين امين يا ابو محمد. مرحبا مليون يا اهلا. ما عليكم الناس السلبيين اللي يقولكم والله دومكم تصورون دومكم تصورون دوم. لا اللي بيصور ابويه بي دبي مول ما بيجلس يصور في كل كورنر من كورنرات دبي مول، هذا ابوي ما عنده مونه. ترى لا تخيل، صور بيديك وريولك 24 ساعه كان ان كنت ذكر ام انثى، وايد ضروري لان هذا معلم وجميل وياخذ العقل. فبدال ما نصير بلدان الناس اللي من غير في كل مكان نصور، لا والله نصور في بلادنا شيء جميل ومعالم جميل ومرتب وكل شيء فنان وزين وفوق عن الزين، وعالم وزحمة وربشة لها أول ما لها تالي. حياه أبوي الحي يحييك، والميت يزيد غبن، ودبي حي واللي فيه وما ييها للإنسان الحي. ما بصور شنطة، ما بصور أي شيء. انزين كيف حالكم؟ كلكم بخير؟ اهلين وسهلين. عباد تتجنن نزل يج هاي اللي يسرى يا سهل، وين ما تبين يج نبى اشوف هذا تشم العباد. هي يا سلام يا سلام يا سلام.
ليش تغار انت؟ ليش زعلان يعني؟ عشان نفرات تسوي صورة معاي انت؟ لا يعني نفرات ما يسوي صورة معاك انت بعد زعلان ليش؟ ليش؟ انا ما في زعلان. هي دراني نقمني حاس ويه يوم شاف البنيات والشباب واللي وقت بتصور وياي حاس ويه شو مشكلتك انت ليش زعلان؟ ما في زعلان. ها شو عيال؟ شو؟ انت بعد الصورة مع لا كل نفر الصورة انت سوا سوا انا شوف هذا. هي ليش زعلان؟ انا في سونجر يغني مطرب منو اللي ما يبي يصور انت ما انتبهت لي ما يبي يصور بس بتصور وهاي ما يبون يصورون ليش ما ظنك ليش ما يبون يصورون ليش ما تعرف ليش لا ما لا روحنا نصور ليش ما يبون يصورون ليش ما يبون يستحون هذه انت ايش اسمك انا سعيد وهاي هذا وهذا محمد والله هذا سعيد وهذا خلفان. ايه انا من زمان بويا ادور ما حصلتك. والله ايه؟ اليوم حصلتني. الحمد لله. لا لا انا خلفان وهذا محمد وقازي. يحفظكم حبيبي. ابو محمد حبيب القلبي مبروك عليك الشارع حبيب القلبي. عودة جميلة صراحة صراحة اشتقنا لك. حبيب القلبي. شاورت سألتها تبي تظهري في السوشيال قلت لها التليفون قالت هي صعب ما تكسرونها يا ربي انا ما البس كعب والله لو تلبسين اربع ترع كعب علي ما شاء الله عليك مو مشكله كيوت انا يسمونها بيتيت اي ما شاء الله عليك الله يحفظك تسلم نور ابو محمد الحمد لله قليلا الله يحفظهم ان شاء الله زينتكم انتوا شو عنب وذهر المعرس ما يبي يصور لا هذا رياض عمك عدل قريب العرس زين نعم الحين بس خلاص بيتشجع لو المبونه كان هتويس تفكر الحين بتعزز هذا هذاك رايم على الطبيعه انت اقول لك والله عنك حرام انك طب عليك تسلم ما شاء الله عليك الخالد هاك رحيم الله يحفظك كم العين كم العين بارد عليك الخالد بعد يا مرحبا يا مرحبا هربيعك حقا ما يبي يصور يستحي يستحي ابوي ليه يستحي ابوي متعمم ما يبي منها سعدنا بشوفتك يا مرحبا والله شفنا يا هلا مرحبا طالعهم هذا طالع انت يا ربي مقواكل هذه هاي الحين صدقيات لو كذيبه صدقيات كذاب والله شوف الحين ربعك كلهم ساروا ما خلونا نصورهم وين هالشرده ليش تصورني يوم انت ما تباني اصورك جزاك الله خير الله يحفظك حبيبي عبد القادر نعم شو اخبارك شو اخبار دبي كل شيء زين مبسوط نعم زين مطعم مطعم زين حلو واجد حلو ولا عادي واجد حلو ايوه دبي مول نمبر 1 ولا عادي نمبر 1 شوف كيف نبون متروس نفرات ايوه متروس نفرات كل شيء زين هاي دبي ابويا دبي والاجر على الله دبي مع السلامه يا دبي مول الله يلاجي ما بيننا وبينك ان شاء الله على خير يينا ابوي تمشينا وعيننا من الله خير وتعشينا وكم صورنا وكم رمنا وكم تشرينا لا 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 كل هذا من عقب ابوي صلاة التراويح لين الحين الساعة كم الساعة واحدة هنتين قاصر ثلث يعني اللي بي من بيظهر من بضبي وحده هنتين وحده هنتين من عقب التراويح بيعين من الله خير بيرمس بيتعشى وبيتمشى بيشوف العرب والعرب تشوفه اليلسه ابوي اليلسه قوت وخراب بيوت لا بد من السير واليين لا بد من الحركه كل حركه وراها بركه بد بيمول ابوي ممزور لين عينه ممزوره وادم بنات شباب ريايل كبار ريايل صغار ريال أطوال أقصار كل فئة وكل نمونة سبحانك يا رب من كل نمونة حضرة ما شاء الله قادي دبيمون من كل قطرة نغنية مما تشتهي النفس تبارك الرحمن